أسعد الله مساكم بكل خير، وإن شاء الله تكونوا طيبين وحياتكم حلوة وسعيدة ويومكم أسعد وأحلى الأيام. اليوم إن شاء الله هنعمل وصفة هندية للناس اللي تحب السبايسي والأكل الهندي كده في رمضان، ولكن هنعملها من غير فلفل علشان لا تتعبوا في الصيام. هنعمل دجاج بالكاري والرز بالكمون، حوريكم كيف تعملوا الرز حبة واقفة، رز العنبر بطريقة مرة حلوة بسمنة كده، وحيكون فحفح تمام. هنا حنعمل سلطة بخضار مشوية، ما حلومي مشوي، وشوية ليمون وبرتقال ودلع كده وروكا. حنبدأ بوصفتنا الأولى. عندي طاسة جدا حارة، أول ما حسوي لها حاخد لها شوية سمنة تمام. حجهز السمنة هنا، شوفوا كده، يا سلام. لا اليوم الحلقة هذه إن شاء الله أمورنا طيبة، طالما السمنة وقفت كده والملعقة كده أمورنا طيبة. طيب هنحط شوية زيت، بسم الله ما نكتر، ونحط مع الزيت شوية سمنة تمام. في هذا الوقت هنحط البصل، عندي كمية كبيرة من البصل. الأكل الهندي أو الكاري يحب البصل، يحب البصل الكثير، يحب الثوم، يحب الزنجبيل، كل الأشياء هذه موجودة في المطبخ الهندي. طيب هنسيبه يتحمص على مهله. عندي هنا موية بدأت تفور، إيش حسوي الآن هنا للموية؟ طيب حط لها ملح تمام، شوفوا هحط ملح بزيادة علشان حسلق الرز زي طريقة سلق المكرونة، سويناها في حلقة قبل كذا. شوفوا عادي أحط ملح زيادة مو مشكلة، لأنه اللي حيشرب الرز حيكون موية مملحة تمام. جيب ملعقة للرز، فين ملعقة الرز السحرية؟ هذه هي. هنقلب الملح بالشكل ده، هنحط لها شوية زيت عشان يفكفك الرز، وبعدين بعد ما أصفيه هرجع أضبطه وأحط له السمنة تمام كده؟ تمام كده، يا سلام. الآن هذه هنا عندي ملعقتين كبار من الكمون، هجنب هذه الأشياء لما أخلي أموري طيبة ومرتبة ومنفنفة. ممتاز، هغطي عليه أول ما تفور هحط الرز. طيب نرجع للبصل. أنا أعشق الكشنة حقت البصل اللي يكون فيها سمنة، يا الله. أمي الله يطول في عمرها تسوي، لو تعرفوا اللحوح في رمضان تحديدا، مكشن بالبصل وبالثوم والسمنة وفلفل. يا ربي لا تقول لعدوك عليه. هذا الزنجبيل مع الثوم كده، حمسة سريعة، وأبدأ أحط. عندي عودين قرفة وأربعة خمسة هيل مع شوية قرنفل كده كده، ونحمص. ممتاز، حلو، مرة ممتاز. طيب أهو هذا كده بدأ يذبل معانا، وريحة الثوم والزنجبيل طالعة، مرة ممتاز. هذه خلاص وهذه خلاص، جنب أول بأول، خلي النظافة. طيب الآن حنبدأ نحط الدجاج. حط الدجاج. هنا استخدمت تحديدا أفخاذ الدجاج، فخذ ورك فخذ ورك فخذ ورك تمام تمام، ونتخلص من اللي ما نبغاه. حلو، نحمس الخلطة الحلوة الجميلة هذه اللي عندنا بالشكل هذا، ونضيف عليها هذه مسالة معاها كاري، وحطها
على الخلطة اللي عندي وأحمسها على نار عالية زي ما هي كده، وحسيبها تبقبق كده لمدة تقريبا 20 دقيقة، ما حضيف لها ولا شيء. في آخر هذا حبدأ أطفيها بحليب جوز الهند. شوفوا عندي هنا حليب جوز الهند، هذه خلاص وهذه خلاص، أمورها طيبة. حنجي نحط الرز في الموية وحنطلع فاصل سريع، بس قبل الفاصل هوبا. طيب بسم الله هنحط الرز. شايفين كيف الرز ريحة؟ لا تقول لعدوك عليها. طيب لا تقول له عشان لا يجي يدق الباب. طيب امورنا كده حلوه ومنفنفه، حنطلع فاصل سريع، ما تطولوا علينا عشان احنا قاعدين نطبخ علشانكم، وتجونا عشان نكمل باقي وصفاتنا. يلا نطلع فاصل. رجعنا لكم حبايبنا الآن مع الوصفة الثانية. عندي هنا طان مرة حارة، تمام؟ حسيبها حرشها شوية من الزيت مانع الالتصاق علشان أبغى جريل مارك حلوة. طيب هاخد فين؟ هاخد ده وأبدأ أنزل الحلوم. بسم الله بالشكل ده. الله كده جنب بعض. وححط فلفل أحمر برضو جنب بعض كده بالشكل ده عشان ياخد التشويحة الحلوة. كده حلو. هنا ايش عندي؟ عنده كمثرى، في بعض الناس يسموه انجاص، حطها برضو على وشها كده تاخذ شوية حلوة. كلام سليم؟ كلام سليم يا شيف. حلو، يلا نشيك على ده. الله على اللون، اخذ المارك. نسيبها شويه، نشيك على رزنا، لازم نقلبه شويه. الله، شوف شوف شوف، بالله ادينا الكاميرا، ادينا الكاميرا على بركان الرز هذا. شايفين؟ خلاص تقريبا يبغاله دقيقتين وتكون اموره طيبه. حنصفيه ونرجعه في نفس القدر ونعطيه ملعقه جريئه من السمنه. طيب هذا هنا بدا يحمر معايا الفلفل، اموره طيبه. نرجع نقلبها كده، لسه يبغى لها كمان. ما نحاول نحرك علشان الجريل مارك العلامات الشوى ما تتحرك من مكانها. كلام سليم؟ كلام سليم. والجبنة كده خلاص. الله على الجبنة، صار شكلها، صار شكلها جدا حلو. طيب الأشياء اللي ما أبغاها جنبها، والأشياء اللي أبغاها إيه؟ أبغى هذه علشان أتبل فيها الأشياء اللي أبغى أتبلها. طيب رزنا تقريبا صار جاهز، أخذه كده. بسم الله بسم الله. وعلى طول أرجعه
ما أسيبه لين ما يصفي مويته 100%، لا أخلي شوية موية فيه علشان يكمل سواه على نار هادية. خلاص هجنبه هنا عن النار، هطفيها. أحمدك يا رب، لازم أوسمة الشرف هذه ناخدها. طيب هنا ملعقة سمنة جريئة كده حلوة عشان تفلفلي الرز بالشكل ده. شوفوا خلي ريحته، يا ربي الرز هذا من أحلى الأرزاز بالنسبة لي، أنا أموت فيها. خلاص كده، خلاص يا شيف حلو. خلاص هسيبها دحين، والرز الطاير في كل مكان، قفل عليه، نشيل هذه. خلاص هذا تعال هذا الحلوم كده تمام. شوفوا شوف 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 كيف هذه القلية المثالية للحلوم. خلاص شوف شوف تمام كده. الفلفل كمان خلص، حطه كده هنا. تعالي ايوه تمام. عندي باقي الانجاص بادئ قاعد ياخذ لون. انا هنا ايش حسوي؟ هعطيه شويه مويه بس عشان ابرد الطاوه كذا، واعطيه براون شوجر، واعطيه شويه برتقال، عصير برتقال، واسيبه يغلي في عصير البرتقال. الشغل يبغاله. الله ممتاز. حسيبه كده يغلي وياخذ اموره. اجي هنا نطمن نشوف. اوبا اخذت التجميره اللي ابغاها. ممتاز ممتاز اكثر من ممتاز. طيب شوفوا هنا في حروقه، هذه الحروقه الان هتظبط لما احط لها حليب جوز الهند. بسم الله. اوه طيب على ما تبقبق وننزل النار، نخليها من 9 على 2 أو 1 على ما تبقبق، وارتب مطبخي ونفنف الدنيا، وتكون دي خلصت ودي خلصت. نطلع فاصل هنا في اللفة قريب وتجونا تاني. يلا فاصل. من الصوص، شوف الصوص يا جماعة، والحروقة اللي صارت كده أعطته اللون البني الجميل. ها طيب ممتاز. شيك على الرز، ايش اخبار الرز؟ شوفوا شوفوا الحبة كيف نثري، رز عنبر وفي نفس الوقت نثري، هذه ما تحصل الا في احسن العائلات. طيب وهذه هنا امورنا طيبة. طيب حنجي هنا، هذه الحلومي حقتنا، حنجي لصحن التقديم. هذا صحن التقديم، هبدأ أحط الحلوم وشكلها أحلى. دائما أختار اللي شكلها أحلى وبيعطيني برزنتيشن حلو. تمام هذه الروكة هتبلها زيت زيتون، شوية سماق، وملح، وفلفل أسود. تمام ممتاز. أعطيها شوية ليمون،
وأعطيها كمان شوية خل بلسمك، شوية مو كثير. نجنب دي هنا، نخبط هذه الروكا، خدها هنا، بالشكل ده، وبعدين آخذ الفلفل برضو اللي أنا سويته وأحطه كده هنا بالشكل ده، شكرا على الليمون، أديت الواجب، وباقي لنا انجاصاتنا اللي أخذت نار واستوت وصارت لينة كده وحلوة. أحطها هنا في الفراغات هذه كده هو، يا سلام سلم، يا سلام سلم. طيب هاخذ من الصوص هذا، شوف الصوص هذا كيف، اللي هو صوص برتقال مع كذا، ابدا احاول ابعد عن النقط السوداء هذه المحروقه، واخذ هنا وانزل على الجبنه من برا مع الفليفله. الله، شكرا، اديت الواجب. هاخذ شويه رمان وانثرهم على برا كده، وامورنا تسير في السليم مع حطة السماقة هذه. يا سلام سلم، كده صحن سلطة. خيشتكم دي المرة. طيب هذا صحن السلطة صار عندي جاهز، وهنا حغرف الرز مع الكاري. طفي العين هذه شغالة، صرف الكهرباء حرام. تمام تمام يا عيني على الرز. هذا صاحبي الله يمسيه بالخير علي، لما ياكل رز مني، يعني رز لذيذ، عنده كلمة كده يقولها، يقول لي والله رزة كده، يقول لي والله رزة، يعني الحبة واقفة أمورها طيبة، والله رزة. شوفوا أقسم بالله رزة. طيب الآن هغرف الصوص ده هنا كده، صوص الكاري. أجيب هذا وأحط فيه الدجاج كده هنا، كده أبغى فخذ زيادة بالشكل ده، شيل الرز دي من هنا، نمسح، نحط شوية بصل مقلي هنا فوق الرز، ويبغى لها شوية خضرة كده، نجيب الشتلة هذه ونقصقص منها شوية كزبرة ونرميها عليها كده، قطع كزبرة كبيرة بالشكل ده،
طيب كذا صار الطبقين جاهزة، الله يعطيني العافية يا رب ويخليني أسوي أطباق حلوة زي هذه، الدجاج بالكاري مع رز بالرز بالكمون بحبات الكمون والسمن. وعملنا يا حبايب قلبي سلطة مشوية من الكمثرى مع الفلفل الأحمر والحلومي، ومعها روكا، ودلعناها كذا بشوية ليمون وبرتقال وشوية سماق. إن شاء الله يا رب، والله الرمان ما أنساه، رشيت عليها شوية رمان في النهاية. طيب إن شاء الله يا رب حلقتنا اليوم عجبتكم، حلقة بكرة جديدة من عيش وملح، تشوفونا إن شاء الله وترقبونا واستنونا، والسلام عليكم.